تتواصل استمرارية أشواط صباح هذا اليوم في سن الحقائق، استمرارية جميلة ورائعة للقاية في هذه الانطلاقات الثلاثة كيلومتر الذي تتواصل فيها هذه الأسماء وهذه الشعارات. الشوط الثاني عشر أعلنت بداية انطلاقته قبل قليل وأعطت إشارة البديل للتنافس في هذا المسار مع الجعدان الحقائق، يتقدمهن ويقودهن مياس لسعيد بن عوض بن علي بن يولق الكتبي الذي ينطلق مع هذا المسار، بينما المركز الثاني مشتاق تعود ملكيته علي بن فهد بن طحنون الهاجري الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الشامخ لسعيد بن راشد بن غدير، وهناك المركز الرابع اشوف اي الاسماء واصل بن خريده، كذلك هنا خليل بن سيف بن احمد بن خريده مع هملول، وهناك بن عميره ايضا مقدم لنا شاهين وحميد بن مطر بن عميره. هذه الخمس المراكز من الجعدان الى صايل في مسار الشوط الثاني عشر مع هذه الاسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم ولا زلنا نسير مع الشوط الثاني عشر ولا زالت الأمور لم تتغير. مياس سعيد بن عوض بن علي بن يولق الكتبي الذي يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين، بينما يلي بالمركز الثاني الشامخ لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي، والمركز الثالث وصل بن عميرة مع مشتاق أو هناك اللي وصل نعم اللي هو شاهين لحميد بن مطر بن عميرة الشامسي، وقدوم من قبل مغري لدويس بن مبارك بالدويس الخيلي. هذه النتيجة للمراكز الأولى، هذا الانطلاق، هذا المسار، وهذه الأمور بدأت تتحرك، بدأ التنافس، بدأت الأمور تتغير. شاهين حميد بن مطر بن عميرة الشامسي بدأ يغير، بدأ ينطلق على مقدمة الشوط، بينما هناك أيضا مغري للدويس بن مبارك بالدويس الخيالي بدأ يغير إلى مقدمة الشوط. وإصدار الأوامر الأخيرة والأربعمية متر الأخيرة والجميلة، خلاص راح بن عميرة، راح شاهين أحمد بن مطر بن عميرة الشامسي، ولكن هناك الدويس كذلك الغادم الدويس بن مبارك بالدويس الخيالي مع مغري وياتي هنا شاهين، شاهين ومغري، شاهين مسيطر على مقدمة الشوط. لحظات الوصول واللحظات الأخيرة الذي ياتي فيها مغري أو ياتي شاهين لحميد بن مطر بن عميرة الشامسي. تهانينا لحميد بن مطر بن عميرة الشامسي على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني وصل للدويس بن مبارك بالدويس، المركز الثالث لسعيد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع هذا لسعيد بن عوض بن يولد.